كان عناصر فرقة البحث والتدخل البياري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من إطاحة بشبكة إجرامية منظمة أفرادها متورطون في قضية التهريب الدولي للمؤثرات العقلية عن طريق النقل التخزين التسليم البيع عن طريق شبكة إجرامية منظمة تنشط خارج الحدود التهريب على درجة من الخطورة يهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية. هذه العملية أسفرت برمتها عن توقيف 11 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 38 سنة جلهم مسبوقين قضائيا.